موجة ثانية أشد فتكاً. هكذا توقع تقرير لأكاديمية العلوم الطبية البريطانية بخصوص جديد جائحة كورونا في الشتاء المقبل. التقرير توقع أن يفتك الوباء ب 120 ألف شخص على مدى 9 أشهر في بريطانيا وحدها، وهو أكثر من ضعف العدد الذي توفي خلال الموجة الأولى للوباء. توقعات الموجة الثانية الفتاكة أتت من خلال احتمالية ازدياد الإصابات في فصل الشتاء، خاصة وأن الناس يقضون وقتا أطول في أماكن مغلقة. ومع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من خطورة هذا الوباء الذي طال أكثر من 13 مليون إنسان حول العالم. بصراحة لن تكون ثمة عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور. يبقى الفيروس العدو العلني الأول، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر. ومع قدوم فصل بارد، أشار خبراء الصحة البريطانيون إلى أن الموسم السيء لإنفلونزا الشتاء قد يزيد من أعداد المرضى، وهو ما سيضغط على قطاع الخدمات الصحية.